الالتزام، دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. نادي في الكون، الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة السيدات بالنادي الأهلي فريق أصحاب الغياب في 4 غد على صالة النادي الأهلي بالجزيرة في أولى مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري العام. وكان الفريق قد نجح تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني في الفوز بجميع مباريات الدوري الأول، متفوقا على فرق الزمالك والطيران وسموحة والشمس والزهور وسبورتنج وأصحاب الغياب وهليوبلس. يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فريق الشمس غدا في مباراة ربع نهائي لبطولة كأس مصر التي تقام في 6 على صالة نادي الشمس. ويذكر أن فريق الأهلي لم يشارك في دور 32 باعتباره حامل لقب البطولة، فيما تأهل الأهلي لربع نهائي بعد فوزه في دور 16 على الطيران 47. يخوض فريق الاسكواش بالنادي منافسات بطولة الأهلي للاسكواش غدا الجمعة، والتي تستمر حتى 8 فبراير الجاري بمشاركة 1007 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 ناديا. ويمثل الأهلي في البطولة 141 لاعبا ولاعبة بداية من مرحلة 11 سنة ناشئين وناشئات وحتى مرحلتي العموم رجال وسيدات. وأكد ناصر زهران المدير الفني ومدير البطولة جاهزية جميع الملاعب لاستقبال هذا العدد من المشاركين، مضيفا أن جميع فرق الأهلي مستعدة لحصد أكبر عدد من الكؤوس والميداليات.